السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض مادة تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال 2. النهاردة هنتكلم عن الدوال الإحصائية بالإكسل. تعتبر الدوال الإحصائية هي إحدى مجموعات الدوال الجاهزة والخاصة بمجموعة الدوال الموجودة في الإكسل السابق ذكرها. يمكن استخدام برنامج الإكسل في إجراء بعض التحليلات الإحصائية الأساسية، وذلك عن طريق إدخال البيانات ثم إدخال الدالة الخاصة بالتحليل المطلوب في الخلية المطلوبة. إذا كانت الدالة المطلوبة غير متوفرة، يمكن باستخدام Function Wizard بعمل الخطوات اللازمة حتى يتم إجراء التحليل المطلوب. عندي مجموعة من الدوال الإحصائية، وينقسم إلى ثلاث فئات، وهي دوال الإحصاء الوصفي، ودوال الارتباط والإنحدار، ودوال الاحتمالات والتوزيعات. أولاً دوال الإحصاء الوصفي. يمكن الحصول على مقاييس الإحصاء الوصفي إما بشكل إجمالي عن طريق الـ Data Analysis الموجودة ضمن أدوات البرنامج، أو بشكل منفرد لكل مقياس على حدة عن طريق الدوال الموجودة في تصميم البرنامج، والذي يمكن تلخيصهم في الجدول التالي. في عندي دالة Count عشان أحصر الخلايا الرقمية، دالة من للحصول على أصغر قيمة رقمية، دالة ماكس للحصول على أكبر قيمة رقمية، average لحساب الوسط الحسابي، median لحساب الوسيط، المود لحساب المنوال، جيو مين أو اختصار جيومتريك مين اللي هو لحساب الوسط الحسابي الهندسي، الهار مين أو الهارمونيك مين ده الوسط التوافقي، كوارتايل اللي هو المقياس الربيعي، STDEV اللي هو اختصار Standard Deviation اللي هو الانحراف المعياري، VAR أو Variance ده التباين، SKEW اللي هو Sequence اللي هو الالتواء، وKURT اللي هو Kurtosis اللي هو التفلتر. طب أول حاجة هنتعرض لبعض هذه الدوال. أول دالة اللي هي Count، دي دالة بتستخدم لحساب عدد الخلايا. أنواعها عندي count لحساب عدد الخلايا المحتوية على أرقام فقط ضمن مدى معين، count A ده لحساب عدد الخلايا المحتوية على أرقام ونصوص أو نصوص، count blank لحساب عدد الخلايا الفارغة يعني مفيهاش ولا أرقام ولا نصوص، وذلك ضمن مدى معين. عندي هنا مثال بسيط عشان نفهم منه الكلام اللي احنا بنقوله. لو أنا عندي الجدول ده، فأول حاجة طالب مني count من A1 إلى A7. طب من A1 إلى A7 طبعا قلنا count ده بتحسب بس الخلايا اللي فيها أرقام فقط. طب كم خلية من A1 إلى A7 فيهم أرقام فقط؟ هنلاقيهم إن هم 4 خلايا. طب المطلوب التاني كتب لي count A من A1 إلى A7. احنا من شوية قلنا count A يعني بيحسب لي الحاجات اللي هي فيها أرقام، فيها نصوص أو فيها كلمات زي كلمة يس اللي موجودة. لو عديناهم هنلاقي في 4 كلمات بالإضافة إلى كلمة يس هيبقوا 5، يبقى بالتالي يبقى الناتج بتاعنا 5. طب الكاونت بلانك ده بيحسب الخلايا الفاضية. طب كم خلية فاضية من المدى اللي هو من A1 إلى A7؟ هنلاقي خليتين فاضيين، عشان كده كتبت قصادها 2. طبعا ده شرح لكل رقم من الأرقام دي جه إزاي. عندي كمان الدالة اللي بعد كده اللي هي دالة average أو دالة الوسط الحسابي. دي بتستخدم طبعا بكثرة عشان هو ده من ضمن مقاييس النزعة المركزية، ويتم حسابه إحصائيا عن طريق قسمة مجموع القيم على عدد. أنواع: لو average يبقى أنا بتعامل هنا مع قيم رقمية فقط ولا أتعامل مع نصوص. طب average إيه؟ ده معناه إن أنا بتعامل مع قيم رقمية ونصوص. خلي بالك ان انت لو لقيت كلمة true على وجه التحديد هتحسبها بواحد، لكن لو لقيت كلمة false على وجه التحديد هتحسبها بزيرو، لكن اي لفظ تاني بخلاف true او false برضو هنديله الرقم زيرو. يبقى true هتاخد 1 واي كلمة تانية هتاخد رقم زيرو. مثال بسيط مديني برضو بعض الداتا وبيقول لي average من A1 الى A5. عشان احسب القيم من A1 الى A5 يعني احسب الوسط الحسابي، بهجمع 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 واقسمهم على عددهم اللي هو 5 قيم، هيطلع لي 30
على 5 يبقى الناتج 6. طب قال لي average من A1 إلى A10. طب عندي من A1 إلى A10 لو حسبتها قيم رقمية فقط برضو هتطلع 6. طب average A من A1 إلى A8. هنا في الحالة دي هحسب الأرقام الرقمية والقيم اللي هي اللفظية أو اللي هي غير رقمية. هيبقى 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5. طب والفولس؟ الفولس هنا في 0. طب والترو؟ 1. كلمة أحمد تعتبر لفظ بخلاف طبعا الترو، فيعتبر برضه بزيرو. احنا لو جمعناهم وقسمنا على عددهم اللي هو في الحالة دي هيبقى 8، هيبقى الناتج بتاعنا 3875 من 1000. طب الأفريج إيه من A1 إلى A6؟ من A1 إلى A6 هنلاقي 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 زائد ايوه فولس اللي هي 0. لو جمعنا القيم دي قسمناهم على عددهم اللي هو 6 هيبقى الناتج بتاعنا 5. طبعا ده شرح لكل رقم من الارقام السابقه ازاي تم حسابه بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكم في الشرح السابق. عندي كمان دالة ماكس ومن، اللي قلنا بتستخدم ماكس للحصول على أكبر قيمة من ضمن مجموعة من القيم، ومن اللي هو للحصول على أصغر قيمة من ضمن مجموعة من القيم. في ماكس للحصول أو للتعرف على أكبر قيمة رقمية فقط، من للتعرف على أصغر قيمة رقمية فقط، ماكس إيه للتعرف على أكبر قيمة سواء كانت رقمية أو نصية، ومن A للتعرف على أصغر قيمة سواء كانت رقمية أو نصية. طب برضو هنا مثال بسيط عشان نفهم المطلوب. هو بيقول لي هات لي ماكس من A1 إلى A5. طب أكبر قيمة من A1 إلى A5 هي كام؟ بالظبط هي 45. طب تاني مطلوب اللي هو من A1 إلى A5، أقل قيمة من A1 إلى A5. أيوة بس قيمة رقمية، تمام 3. طب ماكس A يعني أكبر قيمة رقمية سواء كانت أرقام أو نصوص، هي برضو 45. طب المين A اللي هي أصغر قيمة بس يعني سواء رقمية أو نصوص، طبعا أقل حاجة اللي هي فولس وبتدي قيمة 0. عندي بعد كده الميديان. قلنا الميديان هو ده القيمة اللي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتيبها. يعني لو عندي شوية أرقام أو داتا لازم ارتبها من الصغير للكبير او من الكبير للصغير اللي هو تصاعدي او تنازلي، بعدين اختار القيمه الوسطى، تمام، دي تعتبر قيمه الوسيط. طب المنوال؟ المنوال هنا هو القيمه الاكثر تكرارا، يعني الحاجه اللي متكرره اكتر من غيرها. طب لو ما لقاش اي قيمه مكرره فهنا لا يوجد منوال. وهنا بيطلع لي برنامج يعني منظر كده، المنظر ده لما اشوفه اعرف ان هو يعني انه لا يوجد منوال، اللي هو يعني شباك ان اي ده لما الاقي المنظر ده انه لا يوجد منوال. طب عندي مثال اخير عاوزين برضو نشوفه مع بعض ونشتغله مع بعض. هنا مديني مجموعه من القيم اللي هو في العمود اي، وطالب مني الطلبات في العمود بي، والحل طبعا في العمود سي. الحل المطلوب اللي هو في العمود بي اول حاجه طالب الميديان من A1 الى A7. طب عندي القيم اللي هي من 25 18 4 20 6 27 6. لو رتبنا هذه القيم وجبنا الرقم اللي في النص بالظبط هيطلع 18 اللي هو موجود في C1. طب بعد كده بيقول لي الميديان من A1 الى A6. برضو لو رتبت القيم دي من A1 الى A6 فقط هنلاقي الناتج هنا في الحالة دي مش هنلاقي ناتج واحد، لا ده هنلاقي قيمتين اللي هما ال 18 وال 20. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ لو هتلاقي الوسيط رقم يعني ذو قيمتين، يعني مفيش رقم في حد ذاته في النص، باخد الرقمين اللي هما ال 18 وال 20 هجمعهم وأقسم على 2، يعني أقول 18 زائد 20 والمجموع ده على 2 يديني 19. طب المود اللي هو أكثر القيم تكرار، طب من A1 إلى A7 إيه أكثر حاجة متكررة؟ فعلا الست متكررة مرتين. طب المود من A1 إلى A6 إيه أكتر حاجة متكررة من A1 إلى A6؟ مش هنلاقي ولا حاجة متكررة، عشان كده هيظهر لي اللي هو شباك N/A، يعني لا يوجد منوال.
وده الشرح بتاع المثال السابق بالتفصيل، وأتمنى يكون حضراتكم فهمتوا الدرس ونال إعجابكم. بالتوفيق، شكرا.